السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في درسنا السابع من سلسلة دروس مساق المونتاج الإذاعي والتلفزيوني الخاص بتعلم أدوب بريمير برو سي سي 2014. كنا تحدثنا في الدرس السابق عن قائمة Effect Controls، وتعرفنا أيضا على الإعدادات والعناصر الموجودة فيها بالتفصيل. سنتحدث اليوم إن شاء الله عن قائمة Effects والمؤثرات الخاصة بالصورة ووسائل الانتقال الأساسية بين المقاطع. نقوم بفتح البرنامج. كما تشاهدون في الدرس السابق قمنا بإنشاء هذا المقطع المتكون من عدة صور، وتحكمنا فيها من خلال التحريك Keyframes، واستعنا أيضا بشعار الكلية الموجود أمامنا، واستعنا أيضا ببلاك فيديو عشان نحط عليه الاسم، وكتبنا طبعا الكلام هذا مساق المونتاج الإذاعي والتلفزيوني كتبناه من خلال برنامج الفوتوشوب. القائمة اللي احنا نتعرف عليها اليوم إن شاء الله قائمة Effects. Effects هي المؤثرات الخاصة بالصوت والصورة طبعا، ولكن احنا في هذا الدرس هنتكلم عن مؤثرات الخاصة بالصورة فقط لا غير. سنقوم إن شاء الله بالتطبيق على هذا المقطع اللي احنا قمنا فيه، ولكن قبل البدء بعملية التطبيق سنتعرف على هذه الأمور. بداية لدينا أول قائمة Audio Effects، المؤثرات الخاصة بالصورة بالصوت. Audio Transitions، المؤثرات الخاصة وسائل الانتقال الخاصة بالصوت. Video Effects، المؤثرات الخاصة بالفيديو. Video Transitions، وسائل الانتقال الخاصة بالفيديو. أنا هتكلم أكثر عن الفيديو Transitions عشان في أمر مهم جدا لازم نكون عارفينه. هناك اختلاف واضح وجلي بين أمرين مهمين، هما وسائل الانتقال الأساسية ووسائل الانتقال الغير أساسية أو الفرعية أو اللي بيسموها يعني زيادة. هناك وسائل انتقال أساسية لابد لكل فني مونتاج أن يعرفها. أولا الكت. وسيلة الانتقال الكت هي وسيلة، ولكن دون استخدام هذه المؤثرات أو هذه الوسائل. وسيلة انتقال الكت هي الوسيلة الطبيعية في حال وضع مقطع جنب مقطع بدون استخدام أي شيء. هذه الوسيلة اسمها كت، قطع يعني، كما ترون أمامكم. انتقلنا من مشهد أو من مقطع إلى مقطع بدون استخدام أي مؤثرات، هذه أول وسيلة. طيب، الوسيلة الثانية تسمى ميكس. ميكس يعني مزج. طبعا هذه الوسيلة وسيلة انتقال أساسية في فن المونتاج، ولكن يختلف المؤثر أو وسيلة الانتقال داخل برنامج البريمير عن برنامج آخر. في برنامج البريمير تسمى Dissolve أو Cross Dissolve بالأحرى، لو جبناها مرة تانية Video Transition Dissolve Cross Dissolve. لو حطينا Cross Dissolve بين المقطعين، لو كبرنا شوية نشيله، حملنا Cross Dissolve هنشيله ونحطه بين المقطعين، هيعمل لي مزج بين المقطعين. هذا يسمى بالميكس، يعني أول واحد الكت هي وسيلة انتقال طبيعية بدون استخدام أي مؤثر من الخارج. أما الميكس تسمى كروس ديزولف داخل برنامج الأدوب بريمير. الوسيلة الثالثة هي الفيد إن والفيد اوت. فيد ان والفيد اوت معناها التدريجي، الظهور التدريجي او الاختفاء التدريجي. لو انا حبيت اعمل ظهور تدريجي لهذه الصورة بدون الكي فريم، ممكن استخدم الديب تو بلاك، يسمى في البريمير ديب تو بلاك. هنا هيعمل الظهور تدريجي للصورة. ان في خلق
طب لو انا حبيت اعمل ظهور تدريجي للصورة وللكلام وللخلفية تبعت الكلام وللشعار بكل سهولة، دب تو بلاك هنا، دب تو بلاك هنا، او ممكن اعمل كوبي واجي هنا اعمل بيست، هيكون كله ظهر بطريقة تدريجية. طيب لو انا حبيت اطول الدب تو بلاك عادي جدا ممكن اطوله، لو انا حبيت اصغره ممكن اصغره، إن في خلق السماوات إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الميكس نفس الكلام، الميكس اللي هو الكروس ديزولف ممكن برضو أطوله. الذين يذكرون أو ممكن أتحكم فيه أكتر، ممكن أتحكم في المدة أكتر. الديب تو بلاك ممكن أتحكم فيه أكتر. ممكن أتحكم فيه أكتر. بهيك احنا طبعا اتكلمنا عن ثلاث وسائل انتقال. الاولى الكت هي وسيلة انتقال طبيعية بدون استخدام اي وسائل من الخارج. الوسيلة الثانية الميكس وتستخدم فيها الكروس ديزولف من داخل برنامج البريمير. الوسيلة الثالثة هي الديب تو بلاك او الفيد ان فيد اوت. طبعا الفيد ان هذه الظهور تدريجي للصورة، ممكن نخليها اختفاء تدريجي للصورة نفس الكلام في النهاية. اختفاء تدريجي. اما الوسيلة الرابعة تسمى الوايب. وايب يعني مسح، وفي في الفيديو ترانزيشن موجودة بنفس المسمى وايب، وفي منها اكثر من نوع او اكثر من نموذج. ممكن طبعا نجربهم كلهم، ولكن احنا اللي بهمنا الاساسي خلينا نستخدمه بين مقطعين من المقاطع اللي احنا اشتغلناهم. ممكن نطوله شوية زي ما انتم شايفين ويتفكرون في الوايد. ممكن نتحكم في المدة تبعته، طبعا ممكن نقصره او نطوله مفيش مشكلة، وممكن طبعا نستخدم اي نوع تاني زي جريدينت وايد وايب. اوكي ممكن نستخدم اي نوع تاني وايب، نوع ثالث وايب، كله اسمه وايب. الوايب هو عبارة عن مسح، اي ان الصورة الثانية تمسح الصورة الاولى بهذه الطريقة. اما وسيلة الانتقال الخامسة والأخيرة هي وسيلة الانتقال تسمى سوبر امبوز. سوبر امبوز معناها تركيب شيء فوق شيء آخر، شبيهة بالميكس، ولكن الفرق بين الميكس والسوبر امبوز انه الميكس هذه ميكس اللي احنا هنشوفها حالا، هذه ميكس انه هذه الصورة الأولى وهذه الصورة الثانية عملنا بينهم مزج بهذه الطريقة، المزجوا التنتين مع بعض زي ما انتم شايفين صاروا التنتين مبينين، ولكن اكملنا للصورة الثانية مش للصورة الاولى. هاي الصورة الاولى وهي ظهروا التنتين مع بعض ورجعنا وكملنا للصورة الثانية. السوبر امبوز هتكون الصورة الاولى وهنعمل ميكس بين الاولى والثانية لفترة محددة ونرجع للاولى. نعطي مثال، ناخد على سبيل المثال الصورتين هدول، ناخدهم كوبي للمكان هنا. تمام، لو انا حابب اعمل سوبر امبوز للاثنين، حبدا ان انا احط صورة فوق صورة معناها تركيب فوق، وبعدين اجيب الكروس ديزولف. هذه طريقة عمل السوبر امبوز الكروس ديزولف،
وكروس ديزولف في الأول في البداية النهاية، في البداية والنهاية، عشان تبدأ بطريقة تدريجية. ولكن هنا لازم يكون الأوبيسيتي تبعها قليل بنسبة معينة، بنسبة 50% تقريبا، عشان يكون مناسب انه الاثنين ظهروا مع بعض. وبعدين نرجع، هذا يسمى سوبر امبوز، يستخدم في حال التخيل، التذكر، الدخول في حلم، تخيل ان انا بشتري شغلة او بعمل شغلة معينة بتخيلها، بعدين برجع للمشهد مرة اخرى، هذا تسمى سوبر امبوز. وهذه الطريقة اللي احنا بنعملها فيها ملهاش اي اداة، ملهاش اداة جاهزة ممكن استخدمها. هذه هي وسائل الانتقال. طبعا في عندي 3D موشن، في ديزولف، في ايريس، في بيج بيل، في سلايد، في وايب، في زوم. هذه كل القوائم معتمدة على التجربة، معتمدة على التجربة والتطبيق. ولكن الخمس وسائل الانتقال الأساسية اللي تكلمنا عنهم كات، ميكس، فيد، وايب، سوبر امبوز، هذه خمس وسائل انتقال أساسية لابد من استخدامها بشكل جيد. أما الوسائل الأخرى لك الحرية في الاستخدام، شيء يرجع للذوق العام أو وجهة النظر. ممكن ناخذ مثال بيج بيل مثلا، بيج بيل هذه الطريقة تبعته، سبحانك عامل زي صفحة يعني، نعمل اندو، فمعتمدة على التجربة والتطبيق من خلالك انت. طيب خلصنا احنا الفيديو ترانزيشن، نروح للفيديو افكتس. الفيديو افكتس فيهم اكتر من قائمة، في الادجست، في البلور، طبعا معتمدة بشكل كبير كلها على التجربة. ولكن في عندي امور اساسية، اهمها مثلا الكالر كوريكشن. الكالر كوريكشن هي التصحيح اللوني في الصورة، ما بهمني اتكلم عنها الان لانه لها درس خاص منفرد في الكالر كوريكشن. في عندي البلور، ممكن استخدم البلور في فيديو من الفيديوهات او مقطع من المقاطع. الفرق بين المؤثر الخاص بالصورة ووسيلة الانتقال الخاصة بالصورة، هو المؤثر بيطرأ تغيير على الصورة نفسها، ولكن المؤثر الوسيلة الانتقال هي وسيلة انتقال بين مقطعين احنا بنستخدمها. فالمؤثر الخاص بالصورة زي ما انتم ملاحظين مؤثر يطرأ على الصورة. في عندي effect control، في عندي effects تانية زي النويز، ممكن اعمل نويز في الصورة، نشيل البلور طبعا، نفتح النويز، ممكن نزود، عمل النويز في الصورة او شال النويز اللي في الصورة لو كان موجود. ممكن نستخدم برضو الايمج كنترول، ممكن بلاك اند وايت، نخلي الصورة ابيض واسود. ممكن الـ الـ ممكن نستخدم التشانل، انفرت، تحويل الصورة، نحولها من اسود لابيض بدل من ابيض لاسود. وعلى سبيل المثال كتير من الامور اللي احنا ممكن نستخدمها في الفيديو افكتس معتمدة على تجربة الشخص والتطبيق الكبير. في هذا الدرس تحدثنا عن الافكتس، قائمة افكتس، وخصوصا الفيديو ترانزيشنز اللي هم الخمس وسائل الانتقال الاساسية، الكات والميكس والفيد ان واوت والوايب والسوبر امبوز. تحدثنا ايضا عن الفيديو افكتس وقلنا ان هو معتمد بشكل كبير على التطبيق والتجربة، ولكن هناك بعض الامور المهمة زي الكالر كوريكشن اللي احنا هنتطرق فيها الى درس كامل خاص بالكالر كوريكشن وهو التصحيح اللوني. طبعا عندنا في البلور اللي احنا استخدمناه اللي هو الضبابية في الصورة، في عندنا الايمج كنترول بلاك اند وايت، في عندنا النويز، ممكن نشيل تشويش او ضوضاء في الصورة، في عندنا الميوزيكا تعملنا الصورة غير واضحة زي التشويش في صورة شخص معين.
وغيرها من المؤثرات المختلفة المعتمدة بشكل كبير على التطبيق والتجربة. إلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق. إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.